ننتقل لنقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، وجاء تحت عنوان ماذا نريد من الوزراء الجدد. وقالت أبو الفتح: التعديل الوزاري الأخير جاء مفاجئا للكثيرين، لكن في رأيي أن هذا التعديل كان هاما جدا وضروريا، وكما عودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن قراراته تهدف لتطوير الأداء الحكومي في الملفات الخدمية والإدارية، وأن أي خطوة يخطوها هي في صالح الشعب ومن أجل هذا الوطن. فالعديد من الحقائب الوزارية كانت شاغرة، وكنا نحتاج إلى دماء جديدة في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي التي تتميز بالتحديث والكفاءة مع الاستقرار والموازنة بين التخطيط للتنمية المستدامة وبين حاجة المواطن البسيط. أعرف أن المهمة صعبة والتحديات كبيرة، لكنها بحجم الآمال والطموحات التي يتوقعها المواطنون. ففي التربية والتعليم أعتقد أن هناك ما يمكن أن يبنى عليه، بشرط أن يقتحم الوزير مكامن معوقات التطوير في دهاليز الوزارة التي يعرف دروبها العميقة. ولا زالت الثانوية العامة تغول وأصحاب المدارس الخاصة هي التحدي الرئيسي. أما وزارة الري والموارد المائية فعليها مواصلة السعي لتنويع مصادر المياه وتوسيع اكتشافات المياه الجوية الجوفية لرسم خريطة تنموية جديدة لمصر. وفي وزارة الصحة تداعيات كورونا ليست جديدة على الوزير، إلى جانب ملف التأمين الصحي وكرامة المواطن هي الأولى بالرعاية في الجمهورية الجديدة. أما التعليم العالي فلديها معادلة الحفاظ على مجانية التعليم لا يعني الجمود وترك الحبل على الغارب للجامعات الأهلية والخاصة. وفي الهجرة ما بدأته الدكتورة نبيلة مكرم مقدمة جادة تثبت أن مصر تستطيع، رغم أن قانون الهجرة الجديد لا زال فريضة غائبة. وأمام السياحة والآثار بداية مناسبة في الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير لاستعادة عافية السياحة في مهد الحضارة الإنسانية. وفي التجارة والصناعة نحتاج حوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات والعملات الأجنبية لمصر، مع ابتكار أساليب أكثر كفاءة لتشجيع الصناعة الوطنية وتحقيق فائض للتصدير، وهي نفس المعادلة المطلوب حلها من وزير الطيران، فأمامه تأمين سلامة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفقا للمستويات العالمية، وهو مطلب لا ينفصل عن وضع قواعد ونظم سلامة وأمن الطيران المدني. وفي القوى العاملة كرامة العامل نقطة للبداية لتحقيق شروط العمل العادلة. وفي الثقافة لدينا كنز لا يفنى اسمه أدباء الأقاليم، ينتظر من يضيفه لقوة مصر الثقافية الناعمة. أما التنمية المحلية فمهمتها اقتحام ملفات الفساد والبناء على مبادرة حياة كريمة لتكسب قلوب 60 مليون مصري. وفي قطاع الأعمال العام نجاح الوزير في إدارة ميناء القاهرة الدولي مؤهل طيب للنجاح في إدارة استثمارات الدولة. أما الإنتاج الحربي فجميعنا يعرف أهمية تطوير وتحديث مصانعها لتبقى منتجاتها ضيفا جديرا بالثقة في كل بيت. أستاذ إلهام، حطت روشتة دكتور رضا لمهام الوزراء الجدد، هي روشتة بس هي صعبة الحقيقة. تعبير روشتة ده تعبير رائع، وتعبير أنا أضيف لي تعبير خريطة الطريق بالتعبير السياسي المشهور. ويمكن سواء من موقعية الأستاذة إلهام أو كمواطنة عادية ثم موقعها الإعلامي الحان ثم هي ابنة مؤسسة أخبار اليوم، رائدة صحافة الشعب أو الماليين كما يقال، وبالحقيقة هي حطت إيدها على خمس، يعني لفت نظرنا جميعا إلى فكرة فلسفة التغيير في الفترة الأخيرة، وكلها تقريبا منصبة على المؤسسات أو الوزارات التي تعمل في خدمة المواطن. حتى يمكن لأول مرة ابتعد التغيير عن طبعا بعض الوزارات السيادة أو بعض الوزارات الاقتصادية، لكنها كلها رايحة للمجالات الخدمية. وعلى رأس هذه الخدمات هو الإنسان، سواء في تعليمه أو في ثقافته أو في صحته. ولذلك إشارة رائعة الحقيقة فيما يتعلق بأن التغيير هذا كله فلسفته هو فكرة التغيير الاجتماعي والثقافي عبر الثقافة، ووضعت لنا أولويات فيما يتعلق به كذا، والصحة ودباء الأقاليم. يعني أن بتتكلم على قصور الثقافة، بتتكلم على حاجات كتيرة أهملت في الفترات السابقة، مهملة. والثقافة إحنا برضو يعني أحيانا بنفهمها بالمفهوم الضيق شوية، أو المفهوم أيضا بيسموه المفهوم الرفيع. عندنا ثقافة رفيعة وثقافة شعبية وثقافة كذا، لكن هي المفروض تفهم بالمفهوم الشعبي العام، بمعنى كل ما يحتك به الإنسان من يومات، من عادات، من تقاليد، من لغة، من مسرح، من كتاب،
شباب، من مؤسسات، من شباب أدباء، من وحتى الآثار إذا صح التعبير، ما هي جزء من ثقافتنا وهويتنا. وبالتالي أنا مبسوط جدا من المعاني اللي لمستها أستاذتنا الفاضلة، وخاصة أنها لمست كلها على فكرة صناعة الإنسان وبناء الإنسان وتقديم الخدمات عبر المؤسسات الصحية أو التنموية أو الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية. وملف التعليم ملف شديد الصعوبة، ولفتت الأنظار فعلا لأن لا ينبغي الدولة أن تتخلى عن مسؤولياتها التعليمية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، وإن تجارب الجامعات الخاصة أو الأهلية تجربة محفوفة بالمخاطر، لأنها إما تبقى تضيف أو بعد فترة نحس أنها أخذت من موقعية الدولة في توجيه التعليم. ودي مسألة عايزة بحث ودراسة وضبط، سواء في العدد أو في العدة أو في نوعية التخصص أو في مستويات القبول أو في الدعم المادي، ومن هي المستويات اللي هتبدأ تستفيد منها، وهل هي قادرة بالفعل أو لا. فالحقيقة دي إجابات أعتقد أن الوزارة الجديدة جديرة مع الستاف اللي عامل معاه من أساتذة الجامعات يقدروا يجيبوا عن هذه التساؤلات فيما يتعلق بمسألة التعليم على وجه الخصوص، وخاصة تجربة الجامعات الأهلية الوليدة والجديدة التي ينبغي أن توضع لها ضوابط حتى لا تتفلت بعض الأمور على المدى البعيد. وعندنا شريحة واسعة من الشعب المصري لا يزال عشمان، خلينا نستخدم هذا التعبير، في أن الدولة تحميه وتدعمه من الناحية العلمية. والتجربة هي يعني بناء عليها نقدر ناخد قرارات، لكن التساؤلات المطروحة تساؤلات رائعة فيما يتعلق بفلسفة التغيير الوزاري وفلسفة بناء الإنسان بشكل عام.